السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم 5 خطوات تتمكن من خلالها من زيادة حماية هاتفك من المتطفلين، وكذلك رفع مستوى الحماية في شاشة القفل أو في كلمة المرور. العديد من الخطوات ستراها في هذه الحلقة، فلهذا لا تبتعدوا كثيرا وابقوا معنا. إذا مشاهدي الكريم، في البداية استنتقل إلى الإعدادات، بعد ذلك استختار التاش آي دي أند الباسكود. هنا ستقوم بتغيير كلمة المرور إلى كلمة مرور أصعب، حيث إذا كنت تتوفر على باسورد بأربعة أرقام ستقوم بتغييرها إلى 6 أرقام في حال كان لديك iOS 9، وإذا لم يكن لديك iOS 9 فيمكنك اختيار الكوستوم باسكود، حيث ستقوم بإدخال باسكود يعني تتوفر من حروف وأرقام وكذلك رموز، وستكون يعني صعبة كثيرة جدا وصعب تخمينها. الخطوة الثانية هي بإغلاق الأيوتو أكسس، حيث في حال كنت مفعل السيري أو حتى الريبلاي الرسائل يعني الرد على الرسائل والسيري، ستتعرض خصوصيتك يعني للكثير من التطفل، حيث سيري يمكن الأشخاص من النشر على الفيسبوك بدون فتح القفل حسابك في الفيسبوك. المنشور يكون بابليك بأي لغة باستعمال يعني الوجوه التعبيرية والإيموجي وغير من ذلك. كذلك سيري يعني استعمل في الثغرة الأخيرة في iOS 9، يعني الكثير من الأشياء يسببه سيري. الرسائل كذلك يمكن لأي شخص الرد على الرسائل، فقم بإغلاق خاصية يعني الوصول في قفل الشاشة، قم بإغلاقهم جميعا يعني توداي، إظهار الإشعارات كلها قم بإيقافها. الخطوة الثالثة هي بإغلاق الوصول إلى الكنترول سنتر من قفل الشاشة، حيث في حال كنت مفعل الكنترول سنتر يمكن لأي شخص يعني فصل عنك الانترنت، فصل الانترنت يعني عن هاتفك، يمكن لأي شخص تفعيل وضع الطيران وجعل الأشخاص الذين يتصلون بك يظهر لهم الهاتف مقفل، يمكن يعني حتى في حال كنت قد ضاع منك هاتفك وأردت البحث عنه باستعمال فايند ماي آيفون لن تستطيع ذلك، يعني لأن الانترنت لن يكون متصل، وبالتالي قم بإغلاق الكنترول سنتر. فعندما تقوم هكذا بسحب الكنترول سنتر لن يسحب معك كذلك الإشعارات من الأعلى ومن الأسفل، يعني لن تستطيع، فقط الكاميرا يمكن استخدامها كما ترى أمامك مشاهدي الكريم، يعني لا كنترول سنتر ولا إشعارات. الخطوة الرابعة والتي ربما يعرفها الكثير من الأشخاص وربما لا يعرفها البعض الآخر هي الأيوتو لوك. فقم بجعل الأيوتو لوك في هاتفك 30 ثانية، حيث في حال نسي يعني ظهرت مستعجلا أو يعني أي شيء تركت هاتفك على الطاولة وأنت تستخدم وتتصفح الإنترنت أو تدردش، ربما يأتي شخص آخر ويجد الهاتف يعني يشتغل، الشاشة مضيئة، ويستعمله بدون أي مشاكل في حال وضعت خيار نيفر. كذلك إذا أتى قبل 5 دقائق 3 دقائق دقيقة، فقم دائما بوضعه على 30 ثانية. الخيار الخامس والميزة الخامسة أو الخطوة الخامسة، وهي تنفع الأشخاص الذين لا يتوفرون على باسكود بالبصمة أو يعني التاش آي دي، أو أيضا يتوفرون على تاش آي دي ولكن لا يستعملونها. فبالتالي عندما تستخدم التاش آي دي في عدم فتح قفل الهاتف هكذا، أو إذا كنت لا تتوفر عليها، فهنا في هذا الخيار يصدر لك يعني خيارات كثيرة، منها 4 ساعات، الساعة، 5 دقائق، يعني طلب كلمة السر في هذه المدة. ففي حال اخترت 15 دقيقة وقمت بإغلاق هاتفك هكذا، وعندما تعيد فتحه مرة أخرى لن يطلب منك الباسكود، وهنا قد تنسى هاتفك، قد تنسى أنت يعني أنك قمت باختيار هذا الخيار وتظن أنك قمت بإغلاقه وإذا شخص ويقوم بفتحه مباشرة. هذه الميزة خطيرة جدا، فقم دائما بوضعه على خيار حالا هنا أو تفعيل يعني البصمة كما ترى أمامك. الميزة الأخيرة تتمكن في الاطلاع على خصوصيتك من ناحية الرسائل والهاتف والرسائل في الشبكات الاجتماعية وغير من ذلك. فهنا في الإشعارات عندما تنزل الأسفل إلى التطبيقات أو حتى من الإشعارات في الأعلى في قسم النوتيفيكيشنز، ستجد العديد من التطبيقات أو كل التطبيقات. استختار على سبيل المثال الرسائل، قم بإغلاق هذا الخيار Show on Lock Screen، حيث عندما تأتي رسالة لك وهاتفك موضوع على الطاولة لن يستطيع أحد الاطلاع عليها. كذلك المسنجر في المسنجر الخاص بالفيسبوك، جميع الإشعارات الأخرى من كل التطبيقات، الفون يعني حتى اتصل بك هاتف مكالمة فائتة لن يستطيع أحد الاطلاع عليها بدون فتح القفل. إذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أتمنى أن تكون هذه الطريقة وهذه الخطوات وهذه الطرق والنصائح قد نالت إعجابكم. رجاء إن أعجبتك هذه النصائح لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك السبسكرايب للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية على مدونة العالم الافتراضي. يوجد حلقات شبه يومية في كافة المجالات التقنية وخصوصا أبل وآي أو إس.
نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.